يسعد صباحك يا دكتورة حنين. صباح النور. وعاد الله انت لما بتضحكي انا بحس ان الدنيا كلها ضحكتلي. وانت فاكر ان انا بضحك لك؟ انا بضحك عليك. الملف السعد يا دكتورة مش كده يعني، هو انت شايفاني مسخة لا سمح الله؟ جرى ايه يا دكتور سيف؟ هو انت قعدتك في البلد غيرتك بالمنظر ده وخلتك تعق في الكلام؟ وبعدين ايه البدلة اللي انت لابسها دي؟ جبتها منين؟ السيرك القومي؟ ايه السيرك القومي؟ الله، هو انت شايفاني داخل بتنطط على ايديا؟ ما انت شوافه اهو، مالها البدله يعني؟ خدت بالك من البدله وما خدتيش بالك من مفاتيح الجميسه؟ ايه الجميسه دي؟ الجميسه؟ ما هو ده اخر التعليم الاي او سي. الجميسه دي يا دكتوره حنين تبقى العربيه الجديده بتاعتي عقبال اماني. ايه ده ايه ده؟ انت هتصاحبني؟ تقعد معايا على الترابيزه باماره ايه؟ ايه الاسلوب ده؟ ما يصحش كده يا دكتوره حنين. والله انا اسلوبي كده. عاجبك؟ على فكره يا دكتوره احنا زمايل زي بعض يعني. احنا زمايل مش صحاب. عشان تيجي تقعد معايا على الترابيزه وتتكلم في الكلام الفارغ ده، وايه الجميصه بتاعتك دي كمان؟ انت فاكرني ايه؟ دكتوره جديده لسه متخرجه هتزغلل عيني بالكلمتين دول. ايه الطبقيه اللي انت فيها دي؟ وايه التعالي دي؟ انت بتكلم مين؟ اكيد بتكلم مين يعني؟ كده هي فيك وفي شكلك وانت شبه ابوك مري. بس انت جريء قوي يا فؤاد. حياة ابني تخليني اعمل اي حاجه لدرجه انك تتخطى كل الناس اللي بيني وبينك وتيجي تقابلني. ممكن اعمل اكتر من كده كمان، انا ممكن اطربق الدنيا على دماغ الكل. انت عايز ايه بالظبط؟ هصفي الشغل. خالتي وخالتكم واتفرقت الخالات. بس كده هتبقى مديون جامد. هدفع. واحنا من امتى اللي بينا وبين بعض حسابات ماديه؟ انا مش هشتغل الشغلانه دي تاني. لا يا فؤاد، واضح ان انت مش في وعيك. طب يا اخي تعس من اللي حصل لصاحبك. انا لحمي مر، واللي هيفكر يقرب مني او من ابني هيبقى اخد اخر قرار في حياته. يا فؤاد انت عارف كويس قوي ان انا ما بتهددش، واوعى تفتكر ان انا علشان في السجن ما اقدرش اعمل اي حاجه بره. لا، انا هنا بمزاجي يا فؤاد، اقدر اخرج بكره الصبح. بس انا برتب لحاجه لا يمكن تخطر على بالك. بقول لك يا فؤاد، فكر على قدك، فكر في اللي تقدر تعمله بس، بلاش تاخد قرار غلط ممكن يكلفك عمرك. هو مين سيف ده؟ مفيش، دكتور شغال معانا هنا في المستشفى بس بشكل حر، بيجيب عيانين من بره المستشفى ويعملوا عمليات هنا. سامي، هو انت بتغير؟ لا كان موقف سخيف جدا بصراحه. انا ما ترددتش لحظه واحده بس ان انا احكي لك اللي حصل، عشان كنت محتاجه اسامي صديق. بس انا مش عايزاك تقلق، انا خدت بالي من نفسي وعرفت اوقفه عند حده، والموقف بالنسبه لي خلص خلاص. أنا من أول يوم بدأت فيه البرنامج ده، ومن أول يوم اشتغلت فيه في الميديا أصلاً، وأنا مهيئة نفسي إن أنا أدفع الثمن في أي لحظة. الثمن إن أنا دايماً بقف جنب الحق. أنا آسفة يعني إن أنا بكلمكم عن نفسي، لأنه البرنامج ده الزومة دي أنا حافظها، أكيد وراها حاجة. أنا مضطرة أعمل كده. واضح إن الست دي عندها معلومات كتير عن زايد. ما تكبرش الموضوع يا سيف، ده شغل إعلام وفبركة وتصوير. الإعداد في البرامج اللي زي دي بيقبض حسب درجة حرارة الحلقة، فالاشاعات بتبقى حقيقيه، لزوم التسخين يعني. فاهم فاهم، بس واضح ان هي عندها موقف شخصي تجاه زايد. وارد، لان زايد كان اكبر عدو لجوزها اللي اختفى. اختفى؟ هو كمان؟ اتخطف ولا ايه؟ مين جوزها اصلا؟ الصحفي الشريف الأواسكو اللي اختفى من كام سنه ما ظهرش لغايه دلوقتي، ما حدش يعرف عنه حاجه. شريف الأواسكو. انا بعتقد انه حضركم هيتسع عليه، لسه مشواري ما انتهاش، وهنكمل في الحلقات الجايه. أنا مش فاهم حازم، هو إيه الكلام المهم اللي بتقوله الست النصابة دي عشان تبقى أنت عايز تسمعه؟ دي قوليها نصابة بتاعت شعراء. بتتاجر بالناس الغلابه اللي بيصدقوها. تحب احكي لك قصتها؟ اللي علمت الانسانيه. معلش مش هنقعد نصهي. انا عاوز اسمعها وعاوز افهم هي بتقول ايه كويس قوي. بقول لك ايه صحيح. ايه الواد ده لو انت تعرفه انا عاوز اعرف قصته بالكامل. ده عيل نجس. عيل نجس؟ وانت تعرفه؟ وانت كمان تعرفه. انا اعرفه؟ ايه نسيت عماد؟ جوزيف صليب اللي مسمي نفسه عماد. جوزيف صليب؟ يطلع ايه الواد ده؟ يعني بيعمل ايه في دنيته؟ يعني بيشتغل ايه؟ معد البرنامج بتاعت الولايه النصابه دي. بس هو بقى يزيد عنها ان هو معفن وريحته وحشه. الله ينتقم منكم. الدنيا كده اتعقدت جامد قوي يا احمد. يا عم لا اتعقدت ولا بتاع. انت بس الحياه معاك ملخبطه شويه. يلا نكمل كلامنا في البيت. يلا تيجي عندي ولا اجي عندك ولا هنعمل ايه؟ على عندي. يا بولا الطلبات يا بولا خدها معانا. ها؟ مش فاهماكي. يعني ايه طلبتي من استاذ صفر يرفع عليها قضيه قذف وسب؟ الله، مش هاخد حقي بالقانون. ماشي، سنتين ثلاثه بقى في المحاكم وتطلعي بكام الف جنيه غرامه. غرامه ايه؟ انا عاوزه اقفلها المحطه اللي بتطلع لنا فيها كل يوم في برنامج بيشتم في ابويا. الموضوع ده محتاج حل اسرع من كده واهم من حكم المحكمه. اتصالات. هي اكيد عامله حسابها على اتصالات، لانها ما كانش ممكن ابدا تتجرأ تعمل حاجه زي دي وبابي في صحته. حتى لو انكل كان بخير، الناس اللي هيكلمهم هم فين دلوقتي؟ يا ستي لو ما عرفتش اقفل لها الزفت المحطه بتاعتها دي هفتح لها راسها. عليا، الاهم من ده كله، انت شاكه ان راويه ليها علاقه بالموضوع او ان عندها اي معلومات تفيدنا؟ اه او لا. ركزي من فضلك انك تلاقي اختك، وسيبك بقى من كل الكلام اللي ملوش معنى ده. بقول لك مستحيل. راويه مين دي اللي تحاول تقتلك؟ بلاش انت. راويه مين دي اللي تحاول تقتل زايد الهاتمي؟ لا وكمان تخطف بنته. انت عايز تجنني يا عم. مش لازم هي بنفسها. الله، ممكن تكون حردت اي حد، او ممكن يكون الواد المعد بتاعها ده ابو ريحه وحشه ده اللي ماشي ورايا على طول. حازم ركز معايا شويه. انت مش فاكر حاجه وانا عارف بقول لك ايه. انت لو دورت ورا راويه وعماد يبقى بتضيع وقتك. يا سلام، وايه اللي مخليك متاكد قوي كده؟ الله، ايه نبره الثقه الفظيعه اللي انت بتتكلم بيها دي؟ لاني عارف راويه وعماد كويس قوي، وانت لو ما كنتش فقدت الذاكره كنت قلت نفس الكلام واكتر. يلا نرجع لك الذاكره وخلاص. امرنا لله. اتفضل يا استاذ. ايه ده؟ اوميجا 3. سيديات. سيديات يا حازم. اوميجا 3 ايه وبتاع ايه؟ سيديات؟ فيها ايه السيديات دي يا معلم؟ لما هتشوفها يا حازم هتعرف. ماشي، يلا بينا على البيت نتفرج. يلا بينا. بقول لك ايه؟ امانه عليك، لو شفت حاجه ضايقتك بلاش تكسر اللاب. كل شغلي موجود هنا يا حازم. ايه ده؟ ايه ده؟ مين اللي عمل فيه كده؟ انت وانت المصور. طب ليه؟ ليه عملت فيه كده؟ العبيط رفض يبقى المصدر بتاعك على اليساريين بتوع وسط البلد. رفض. بالراحة بالراحة. طب يا عم اللابتوب بتاعك. ده الفرق بين الاوطان. الوطن الغني غني بولاده لانه بيديهم الفرصه عشان يحققوا احلامهم فيه، والوطن الفقير فقير بولاده اللي بيخنق احلامهم في المهد، فبيعيشوا اجساد من غير روح، مجرد اجساد والعدد في الليمون. وده يطلع مين ده كمان؟ سي شريف ده. شريف الأواسكو ده بقى صاحب الجورنال اللي كان شغال فيه عماد قبل ما يشتغل مع راوية في البرنامج بتاعها، اللي هي أساساً مرات شريف. طبعاً بعد ما اتقفل جورنال شريف وشريف نفسه اختفى. اختفى؟ يعني إيه اختفى؟ للأسف يا حبيبي محدش يعرف طريقه غيرك. برضه عشان ما كانش راضي يشتغل معايا؟ لا 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 لا، ده كان شغال معاك حلو قوي، لكن بعد ما بطل بقى يقرا من الورق اللي في ايده وبدأ يرتجل بقى ويعمل لي فيها وطني. أمان عليك، وطي اللابتوب شوية عشان هتسمع أصوات مش لطيفة بالمرة. أفهم من كده إن راوية كمان كانت شغالة معايا؟ عشان تعرف بس لما أقول لك إن كل الناس دي آخرهم معايا تصدقني. مش كلهم يا أحمد. عماد ما كانش تحت السيطرة. يا ابني عماد ده عيل تافه. أحمد أنت تحكي لي كل حاجة عن الواد ده وبالتفصيل، وساعتها بس أنا اللي أقرر إذا كان عيل تافه ولا لأ. أما خلص أكله. يخلص. مستفز أوي. ده أنا برضه. ولا أنا؟ اصبر انا هوريك. ادي يا سيدي صورك مع راوية وصورك مع شريف، كلها في اماكن مختلفة وفي اوقات مختلفة، ها؟ وادي ايميلات، وادي يا معلم رسايل تليفون ما بينكم، مظبوط؟ اظن كل ده ياكد لك انهم كانوا مصادر من مصادرك. عماد يا احمد، عماد يا ابني، انا عارف ان اللي يهمك عماد، بس عشان تفهم عماد لازم تعرف مين راوية ومين شريف. ما عرفنا يا احمد، عرفنا الاثنين كانوا مصادر ليا، دي انا ماسك عليها فيديو عشان كده كانت بتعمل اللي انا عاوزه، وده كان بياخد فلوس ودعم عشان يعمل برضه اللي انا عايزه. مش محتاجه ذكاء دي يا احمد. يا ابني الموضوع متعقد اكتر مما تتخيل، على ما تفرضنيش بقى وتتعبني معاك. انا لو اتعصب بتنيل اكل. ما تاكل يا عم، ما الطبق قد كده قدامك. اتفضل ارغي سامعك بس انجز. حاضر. تمام. الدولة عاملة حظيرة للمثقفين، وأنا عشان حاولت أخرج بره الحظيرة دي عايزين يختلوني معنوياً. كل الكلام ده هجس ومش صح. الصح إن شريف أخد دعم من راجل أعمال كبير أوي في البلد، كان في صراع بينه وبين ناس مهمة جداً في مصر، ولما خسر الصراع حب يجند ناس من نوعية شريف، ناس ليها سمعتها وكلمتها مسموعة بين الناس. لكن شريف الغبي بقى استقوى وارتجل وتعدى كل الخطوط الحمراء. رجل الاعمال اللي استقوى بيه شريف يبقى ناصر الجمل، صاحب القناه اللي بتشتغل فيها راوية، وده اللي اكده لها ناصر بنفسه. شريف كان بالنسبه له السيف اللي بيحارب بيه اعدائه، لكن للاسف طلع سيف خشب، كارت واتحرق يعني، فتخلى عنه وسابه لمصيره. وانت بقى حزوم كنت مصيره الاسود. في ايه؟ تعال انت عارف تعمل ايه؟ انا مش عارف. برضه انا مش فاهم ايه علاقه كل الهري اللي انت قلته ده بعماد؟ يا ابني راوية ما عندهاش مشكله معاك، وما تقدرش يكون ليها مشكله معاك. هي عارفه السيدات اللي عندك دي ممكن توديها في داهيه. هي عندها مشكله مع زايد، لان زايد ده هو منافس ناصر، وهو برضه اللي كسر السيف الخشب اللي اسمه شريف الأواسكو. وحكايه بقى محاربتها لزايد مش عشان جوزها اللي اختفى، لا 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 لا، ده دور جديد بتمويل من ناصر الجمل. احمد لو ما قلتليش كل حاجه عن عماد هقول لك اتفضل امشي وبره وحالا ومفيش اكل. يا ابني عماد شاب ريفي بهاراته واضواء المدينه، هو ما جاش القاهره حبا فيها، ده جه هروب من العمليه المهببه اللي عملها في المني. ايوه عمليه ايه؟ حلو الهدوء ده كده، اقدر احكي لك. ايه ده؟ ايه ده؟ ده ايه اللي انت بتعمليه ده؟ بس انت عارفه ده ايه؟ دي كتب. ده انت تحرقيني ولا بتحرقيش الكتب دي؟ هحرق كتب الكفر اللي حرقت قلبي عليك وخليتك تبعد عن ربنا وما تبص ايد ابونا في الكنيسه. كفر ايه؟ دي روايات وكتب فلسفه. بقول لك ايه، انا ست جهله وما اعرفش الكلام بتاعك ده. اللي انا اعرفه بسبب كتب الكفر دي خلت عقلك باظ ومخك ضرب خالص ومرضتش تاخد بركه ابونا، بقينا مسخه في البلد. كفر ما هي سهله، سهله اي حد يكفر حد في البلد دي. تعالى هنا، رايح فين؟ ههج، همشي، هطفش ومش هتعرفي لي طريق من النهارده. وتسيبني وتروح فين؟ وانا ليا غيرك؟ ده انت سندي وظهري في الدنيا دي، دي اخرتها؟ تسيبني علشان عايزه اهديك؟ تسيبني علشان عايزه ابعد مخك عن طريق الشيطان اللي هيخسرك دنيتك واخرتك؟ يما انا حلمي مخنوق هنا بين الجبل والنيل، من حق اركب جناحات لحلمي واطير بيها مكان ما انا عايز. انا لو فضلت هنا هموت مخنوق، وحلمي كمان هيتخنق، ومش بعدت تبقى عايزه تحرقني زي ما عايزه تحرق الكتب دي. والحاضر هلولع في نفسي واموت كفره ان خطيت خطوه واحده بره عتبه البيت ده. جوزيف، جوزيف، مش ابن ضال. تقدر تقول ان انا بفكر او في مرحله صعبه في حياتي وهتخطاها. مش هتتخطاها لوحدك، استعين بالخدمة، هي وحدها اللي هتطهر لك روحك. أحاول. الخدمة هي طريقك لنفسك ولربنا، وعدم الخدمة معناه زيادة خطاياك وسقطاتك. أنا خدمت قبل كده. وقفت ليه؟ أقول لك أنا بقى شيطانك قال لك إيه؟ مفيش حد في الكنيسة كلها فاهم قصدي. أنا ليا رأي في سياسة الكنيسة العامة، أنا اللي شايل الخدمة، الدنيا كلها هتقع من غيري، أنا وهتبدأ تشكط في المخدومين لعدم تجاوبك، وهتبدأ تسمع للغير من غير اهتمام، زي ما أنت أهو مش مركز معايا وأنا بكلمك. أنا معاك، بس بحاول أفهمك. المهم يكون من جواك عاوز تفهم. روشتتك تبدأ بتوبة واعتراف حتى ولو مرة واحدة في الشهر، تناول كل أسبوع، صلاة على الأقل صباحاً ومساء، كتاب مقدس على الأقل إصحاح واحد في اليوم، الصوم، ضبط اللسان والجسد والفكر. وأنت إزاي بقى عرفت كل التفاصيل دي عنه؟ يا ابني ده نقطة في بحر من اللي أنا فاكره، وأنت بسم الله ما شاء الله ده شغلك ومظبوط في ملفات. وطبعا ما عرفش يرجع المنيا تاني بسبب افكاره الشاذه دي. جه على القاهره وغير اسمه من جوزيف صليب حنا لعماد المنياوي، الوحيد اللي احتضنه واتبناه شريف الأواسكو في الكورنال بتاعه. هو بيعتبر شريف ده استاذه وابوه الروحي، وهو الوحيد اللي عارف انك انت ورا اختفاء شريف، وهو الوحيد اللي عنده الدافع انه ينتقم منك. اما ليه عرضتني في الاول وقلت لي عليه عيل تافه؟ هو عنده الدافع، لكن ده عيل تافه. مين ده اللي يحاول يقتلك ولا يخطف تمارة؟ عشان انت اللي عملته فيه خلق منه انسان مشوه، هو اخره يمشي وراك. طب ما هو لف وراك كتير، ليه ما حاولش يقتلك؟ هو انا عملت فيه ايه بالظبط الواد اللي اسمه عماد ده؟ قول لي يا احمد. بص بقى يا جوزيف، احنا ممكن ننجز على فكرة، وممكن نخلص مهمتنا دي في ربع ساعة، وتروح على بيتك تاخد الدش اللذيذ وتخلصنا من ريحتك الوسخة المعفنة دي. ده انا قربت ارجع من ريحتك يا راجل. فايه، حكم عقلك كده وسمعني واشجيني يا جوزيف. يلا حبيبي. بص انت بقى يا باشا، ان كان اسمك ايه؟ أنا لا إرهابي ولا جاسوس، أنا صحفي وليا اسمي، ومش هسكت على اللي أنتوا بتعملوا معايا ده، لازم تبقى فاهم ده كويس. يخرب بيتك يا جيجي، يخرب بيت دمك الخفيف، ضحكتيني يا بت. جيجي مين؟ أنت. الله، هو أنت ما تعرفش إن اللي بيدخل عندنا هنا أهو بيتحط له اسم تاني وبيتنادى بيه طول ما هو مشرفنا هنا؟ انا بقى اخترت لك اسم جيجي، مش عارف ليه انت جايب معايا جيجي كده، يعني تحس ان الاسم لايق عليك. ها يا جيجي، ها يا حبيبتي قولي، اعترفي. انت تفتكر شغل التعذيب النفسي ده ينفع معايا؟ يعني تقصد تقول انك انت مدرب وما بياكلش معاك شغل التعذيب النفسي، مش كده؟ اقصد اقول ان انتوا قدام وحيلكوا ولعبكوا خلاص، بقيتوا مكشوفه. قدام قوي يا باشا، قدام قوي، ذكر قوي يا باشا. بتتشطر على واحد مربوط، ما انا لو ايدي حره ما كنتش تعمل كده. ذكر غصب عنك. يالا تحب اقوم اوريك؟ ذكر على المربوطين ولا اتعدل كده؟ يالا وقول لي، تعرف ايه عن الكام صحفي اللي عندك في الجورنان الزباله دول، ادمنز الصفحات الثوريه على الفيسبوك؟ مين اللي عينهم ياض؟ ومين اللي طلع لهم كرنيهات النقابه؟ وبيتمولوا ازاي؟ مخابرات دول اجنبيه؟ راحوا كام مره لبلاد اوروبا الشرقيه؟ اخدوا تدريبات ودورات على اللي هيعملوه هنا ضد البلد في مصر. انت يالا، انت اللي هقوم اديك بالجزمه فوق دماغك. حلوه؟ ناخد الكهرباء الكبيره بقى. حلوه صح؟ اكيد انت اتفه من انك تعمل اي حاجه، زي ما قال احمد بالظبط. بس انت برضه مفتاح اللغز ولازم اجيبك. بص يا حوده بقى، مرات عمتي الكوثر الشرقاني دي هي الوحيده اللي مخلفه جوز خالتي فتحي الساوي، فاحنا كلنا عايشين في بيت واحد، كلنا عايشين في اوضه واحده، وبقيه الشقه حمامات. فكنت انا وانا صغير ادخل الحمام الصغير، حد يخش عليا اخش، اخرج من الحمام الثاني على البلكونه. طنط كوثر الشلقاني بقى الوحيده في العماره اللي كانت عارفه ان انا ابويا ميت، وكنت بحب الحياه قوي يا حوده. دعنا ناكل رقائق البطاطس المحمصه. تسكرت ولا ايه يعني؟ هو ده في انواع مسكرات يا حوده؟ ده انا الحمد لله انت عارف زمان بشرب زي دي كده صابون زي الحود. انا في حد في ايه ده قبل الحكيمه سوسن، انا بقول لك يا حود انا ما بعرفش، انا هي بوظت لنا القعده. انا هاخد ازازه الزيت السايل دي وهطلع انا حود. مش كان في كلب هنا يا حوده ولا ايه؟ ماشي انا سلام يا حوده. ده مين ده؟ ده بروفيسور جمعه الصباغ يا فندم. خفيساخ وجمعه وعربي، كاتب العربي ازاي يعني؟ عايز ايه؟ هو طالب مقابله حضرتك وعلى وجه السرعه، ورافض يقول لي السبب تماما. تعرف ايه عنه ده؟ والله هو بني ادم صوته عالي، وبيطلع في برامج التلفزيونيه، وبيهاجم اي حد في سبيل اللي بيدفع. فجاي عشان يقدم خدماته. تمام حضرتك. طيب اديله ميعاد كمان ساعه. ده هو مستني بره اصلا حضرتك. واو ده سريع جدا. اوكي فوالا، فاضي بغبلان. تمام حضرتك، مش لازم تتكلم، عينيكي بتقول كل اللي جواكي. انت مش ملك نفسك يا دكتور محمود، انت ملكنا احنا، لان احنا مسؤولين منك. بصراحه انا كنت متوقعه ان انت هتشتغل على موضوع تمارة ده اكتر من كده بكتير. انا كنت مشغول بحد كده، كان المفروض انه هيوصلني اخر امل، كان يوصلني لتمارة. مين الحد ده؟ حد بدور عليه بقالي أكتر من 3 سنين ومش لاقيه. أيوة إيه علاقته يعني بموضوع تمارة؟ فهمني، مش فاهمة. مش مهم تفهمني خلاص، بس أنا أوعدك إن أنا هعمل اللي أنت عايزاه يا سناء. أنا هعمل اللي أنا نفسي أعمله. طول عمري بدور على فرصة للفرح، عمري ما فهمت إن فرص الفرح بتتصنع، مش بنلاقيها كده يعني. تمارة دخلت حياتي ودخلتكم معايا، مليتوا حياتي فرحة وبهجة. وللأسف دخلت السجن واتخطفت فرحتي تاني. لما خرجت من السجن اتخطفت تمارة. يعني الأوان بقى إن أنا أفوق وأرجع لنفسي وأبقى محمود رياض الهاتمي. أنا آسف. ودفعت لك بقى كام يا بروفيسور جمعة؟ عيب عيب يا غانم، هو اللي زي برضه بتاع فلوس؟ ده ولا كنوز الدنيا كلها، أقسم بالله أقسم بالله تاني إن ما اهتميت حتى أعرف المبلغ كام أصلاً. الناس دي ليها تسعيرة في السوق زي الرقصات وزي المطربين، ليهم تسعيرة معروفة. أنت اتجننت؟ أنا هعرف مين مطربات ولا رقصات؟ أنت إيه شارع الكرم؟ أنت هبلت في مخك؟ هديك هو ياخد 50. تمام. كتير قوي حضرتك كده. انت من اهلك وانت دافع حاجه من جيبك؟ هي دافعه له علشان يهاجم ابويا، انا هدفع له الدبل علشان ولاء ويبقى ليا. فهم؟ تمام حضرتك. رقصات مطربين افراح. لا يا صفوه، قهوتكم فين يا ريس؟ جايه حالا. هو ايه حضرتك، هو انا شفافه؟ انت قاعد في كافيتيريا؟ الصفوة قال لي إن القعدة فيها قهوة. القعدة فيها قهوة بره المستشفى. نورتني يا جمعة بيه. وأنا بقول تاني وهتشوفوا، أنا هخرج معاها وفي قلب برنامجها وهفرج عليها كل الناس. قلب سلامتها عاوزة تجيب سيرة الدكتور زايد. بلاش قرف، ده قرف. طبعًا بلاش قرف. اتفضل نورتني. شكرا أوي. ايه اللي انت جايبه لي ده؟ حضرتك هو اللي جه لوحده، كان طالب مهدد ساعتك. قرف، بلاش قرف. هو يا قرف امسك. على بياض؟ حط فيه الرقم اللي يعجبك. المهم انا مش عايز زايد الهاتمي تقوم له قومه تاني. ما ممكن فعلا ما تقوملوش قومه تاني من عند ربنا، بقى ايه لازمته اللي احنا بنعمله ده؟ اعتبريه طار شخصي. انا لو اعرف مين صاحب الرصاصه اللي دخلت في راسه هديله نص ثروتي مكافاه ليه. مفيش جوله دخلتها قصاد زايد الهاتمي اللي كسبت فيها، وجه الوقت اللي هديله فيه كل اللي بناه في حياته. هتبقى ليله مفترجه باذن الله لو كله مشي حسب الخطه. انا عن نفسي مجهز اللي هقوله. وجمعة الصباغ ما يتوصاش، بس برضه في حاجة ناقصة. طب شوفي ايه اللي ناقص، وانا لو اي حاجة ناقصة هعملها. انت في اخر البرنامج تقول ان الخاطف اتصل بيك. اتصل بيا انا؟ ايوه. مالك مرعوب كده ليه؟ لا انا مش مرعوب يعني، بس هو ايه اهمية الاتصال بيا؟ اسمع للاخر. انت هتقول كالعادة ما طلبش فدية، وانه بيطلب سداد دين له عند زايد، وكده نقول كل اللي احنا عايزينه عن زايد على لسانه. أنا مش عارف أقول لك إيه بصراحة. ولا إيه رأيك يا عماد؟ أقدم لك عماد المنياوي المعد. هو إحنا اتقابلنا قبل كده؟ مش فاكر، بس لو أنت فاكر ما عنديش مشكلة. ها إيه رأيك يا عماد؟ إحنا ليه نحكي لما ممكن نشوف؟ مش فاهم قصدك. الخطف هيتصل في البرنامج. طب وده هنجيبه منين؟ خليه يتصل يا عماد. هو مين اللي يتصل؟ خاطف تمار هيتصل ببرنامج. هو انتوا بتتكلموا جد ولا بتهرجوا ولا في؟ انا مش فاهم بصراحه. واضح ان الموضوع بجد. حسين شفتي؟ كان لازم اعلمها الادب عشان تفكر مليون ألف مرة بعد كده هي بتلعب مع مين. بصراحة أنا مش مقتنعة خالص باللي أنتي بتعمليه ده. أنا مش فاهمة أنتي عالية، أنتي بتدخلي نفسك في معارك ملهاش لازمة. choose your battles. راوية إيه دي كمان اللي أنتي شاغلة نفسك بيها؟ بقى سمعة أبويا بقت ولا حاجة؟ تمارة أختك يا عالية. هو أنا قصرت؟ أقصى عليكي يا حنين، هو أنا قصرت بتدويري على تمارة؟ أنا عملت كل حاجة ممكن تتخيليها، مفيش في الدنيا حاجة سبتها. كل الناس اللي ما كنتش بكلمهم بقيت أكلمهم عشان يساعدوني يدوروني على تمارة. إذا كنت أنتي صاحبتي أنتمتي بتقولي كده، أمال الناس كلها تقول إيه؟ أهلاً أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم أحوال المحروسة. زي ما وعدتكم على مدار حلقات سابقة إن النهاردة هنكمل فتح الصندوق الأسود وإبراز الحياة الخفية والأسرار بتاعة الدكتور زايد الهاتمي. وعشان كده معايا النهاردة في الاستوديو الأستاذ جمعة الصباغ الصحفي، أهلاً وسهلاً بيك. ومعانا الأستاذ علاء بكر الناشط السياسي وصديق تمارة زايد الهاتمي المختطفة واللي هي بنت دكتور زايد الهاتمي. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. أنا بس عايز أقول على حاجة، أنا فعلا الصديق المقرب لتمارة زايد الهاتمي، بس أنا عمري ما استمديت معلوماتي من تمارة. المعروف عن دكتور زايد الهاتمي إن هو راجل فاسد وراجل بيملى البلد دي ببلاوي، وراجل طول عمره بيضر البلد دي بدليل أمبولات فيروس سي اللي هو نزلها مصر. استنى استنى استنى، اتكلم عن ايه؟ اتكلم على قضية أمبولات فيروس سي؟ ايه القرف ده؟ الدكتور زايد الهاتمي الراجل المحترم اسمه ما اتذكرش حتى في تحقيقات النيابة، ولا حتى كان شاهد في القضية، لا له علاقة بيها لا من قريب ولا من بعيد. هو ايه؟ تلاقي حكايتك على الناس وخلاص؟ تلقيح جتت؟ انت انفعلت كده ليه اصلا؟ انت انفعلت كده ليه؟ تلقيح جتت ايه؟ انا عندي الدليل. لما عندك الدليل ما قدمتوش ليه في المحكمة؟ شويش يا استاذ جمعة، خليك الدكتور جمعة الصباغ. يا سيدي دكتور على راسي وعيني، بس بشويش عشان السادة المشاهدين يفهموا الكلام ماشي فين لو سمحت. انت عاوزاني ايه؟ يكمل كلامه؟ انت عاجبك الهرتله اللي بيقولها دي؟ لا 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 لو سمحت، انا ما اسمحلكش في برنامجي تقول الكلام ده لو سمحت. طب انا اتحداك، لو سمحت يا استاذ اتحداك وقدام الجمهور اهو، اتحداك ان يقدر يجيب اسماء اللي كانوا متهمين في القضيه. تقدر يا علاء؟ ها؟ تقدر؟ انتوا مش مستضيفين تلميذ، ده انا استاذ الدكتور جمعة الصباغ. انا مذاكر كويس. اولا انت مذاكر كويس، عارف انت مذاكر كويس ليه؟ عشان قابض، انت قابض حق البدله اللي انت جاي بيها دي. صدق ان انت عيل قليل الادب ومش متربي، وانا غلطان ان انا اجي في برنامج وارقح بالشكل ده. تعالي نسافل. أعزائي المشاهدين نطلع فاصل ونرجع نواصل. يلا بره يا راجل يا عرق زبالة انت. طب لازم كان لازم اعرف ان انت بتبيع نفسك على القرش. بلاش انا يا راوي يا حلمي، انت عارفه ان انا ممكن اطلع في 10 برامج ادخل من البرنامج بتاعك وافرش لك الملاية. انت عارف انا ممكن اعمل فيك ايه؟ كلموا السكيورتي وطلعوا الزبالة الواطي الحقير ده. لا طلعيني انا بره. زبالة يا حقير يا واطي. والله لازم نهرب بيك، انا هعرف افرج حيوان يا عره.